ما ماتش زي ما بتتقال بسرعه كده. انا كلمت الاخ سيف الوزير، مش عارف شخصيه محترمه جدا. احمد الشناوي استمر في القناه، محدش عارف يطلع في القناه. المؤتمر الصحفي انا طلعت ضغطي، ولا الاحلام هتصير، ولا مش كوره، ولا دي الفن. ممكن تقول لي الكوره اللي جت في ايد محمد عبد الغني الماتش اللي فات وهو مفتش ايده كده؟ ممكن ممكن يقول لي اثنين جول بس بهاتهم كده. هتقول لي عندك احترم نفسك يا محمد يا احمد الشناوي، احترم نفسك واحترم سنك، بلاش قرف. وانتوا بتتكلموا دلوقتي عن العيال الصغيره بتعصب، هم دول يا جماعه عايز يسمع الفوتبول هذا الاخير. لحد الوقت اللي وقف من الشمال ضربة جزاء، ضربة جزاء، ضربة جزاء،
تكونوا بصحة وبسعادة وفي أمان. مرتضى منصور وجو إرهاب وكارت إرهاب لحكام مصر اللي بيحكموا في الدوري. بقيمة يومين طلع علينا خالد فطوطة قال لك النادي الأهلي بيصوت، النادي الأهلي بيعيط، النادي الأهلي بتاع بيانات، لكن إحنا بالرغم إن إحنا بنتظلم تحكيمياً ما بنطلعش ولا بنقول بيانات، ما بنطلعش ونهاجم الحكام. تاني يوم مرتضى منصور طلع وشتم أمر الدولة وشتم الحكام وشتم حكم الفار وشتم أحمد الشناوي بتاع الفقرة التحكيمية وشتم كل الحكام اللي في مصر وقال عليهم كلام ما يصحش إنه يتقال في قناة فئوية المفروض يعني حتى لو أنت مع ناديك ما تقلش أدبك على مش أنت يا راجل كنت بتطلع بيان إن إحنا مع الحكام وهزازين الرؤوس قعدوا يقولوا إحنا مع الحكام والنادي الأهلي بيتظلم لما جه ما بيتظلمش من ساعة ما جه الفار ما هو ده الفار هو ده التحكيم وبيطالب كمان ان الفقرة التحكيمية تتلغي ليه يا استاذ مرتضى عشان هي بتعمل تعصب بين الجماهير بقى الفقرة التحكيمية اللي بتبين لك الصح من الغلط وان اللعبة دي فيها فاول اللعبة دي ما فيهاش فاول اللعبة دي ضربة جزاء عايز تلغيها عايز الغيها ليه يا استاذ مرتضى عشان بتعمل فتنة فتنة ايه يا استاذ مرتضى فتنة بين الجماهير طب واللي انت بتعمله ده اسمه ايه ده يا استاذ مرتضى لما بتشتم مصر كلها دي ما اسمهاش فتنه ولكن مش قضيتنا الشتيمه احنا بنتكلم على اللي عمله السنه اللي فاتت مرتضى منصور ونجح فيه بيكرره السنه دي وهو كارت ارهاب للحكام وكارت ارهاب حتى للشناوي اللي قبل كده اشاد بيه وقال على فكره محمود عثمان لو ما ارتجعش زي ما ارتجع احمد الشناوي وعقل احمد الشناوي بعد ما ارتجع وعقل هنعمل زي ما عملنا مع الشناوي هنعمل مع سمير عثمان يا طب انت عملت ايه مع الشناوي عشان الشناوي قال لك الكوره اللي جت في ايد لاعب الزمالك ان هي هو اللاعب كان عامل كده لو كان شايل ايده كده ايده ورا ظهره كده عاده لما الكوره بتتشال اللاعب بيبقى ايده ورا ظهره كده لما تبقى ايده ورا ظهره كده مش هتخبط في صدره هو عامل كده وهو عامل كده فراح الكوره جايه بزاويه كده راح جايه في ايده دي وجهه نظر ممكن تخبط في صدره ممكن تخبط في صدره وتروح ما علينا قال لك دي ضربه جزاء واختلف كلاتن ميجرج قال لك لا مش ضربه جزاء مش هنختلف ولكن المباراه دي انت اصلا فزت فيها يا مرتضى دي رقم واحد رقم اتنين ان الكره دي جدليه في ناس ممكن تحسبها وناس ما تحسبهاش وبرده اتحسبت لنادي الزمالك كان بيلعب مع بيراميدز وبرده كان اللاعب ايده جوه بطنه كده راح تتشاتت وراح تتحسب ضربه جزاء على الرغم انها بطنه كانوا فشيء طبيعي انها في انها ما تتحسبش لانه داخل جسمه لكن هو اللاعب عامل كده فلما الكره اتشاتت جت في ايده هنا اهو قال لك داخل جسمه زاويه التصوير جايبه ايده كده ولكن مش قضيتنا هي ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء قضيتنا ان هو عايز يلغي الفقره التحكيميه اللي بتحلل اداء الحكام اللي بتحلل الحكم ده صح ولا غلط وبيهدد بيقول لك انا عندي قناه ولو استمر الشناوي انا مش هطلع الامير ولا المشرف ولا مش عارف مين ولا مين ولا مين خدهم عندك في القناه يا سيدي وهات اعلى مشاهدات عندك انت بتنوي دراع اون تايم ما بالسلامه انت يطلع نادي بيراميدز بدالك يطلع الاسماعيلي بدالك ايه المشكله يعني ايه المشكله انت بتلوي دراع الاون تايم سبورت اللي كلها زملكاويه بالمناسبه وبتقول ده لاعب استاشن قال لك ايه قال لك السنه اللي فاتت نفس الحكم
الكرة بتاعت عبد القادر؟ قالوا لا ده مع محمود. قال لهم الكرة لما اللاعب نزل بدماغه عند البتاع ده والمدافع شد دماغه فاتحسبت ضربة جزاء. ما هو يا استاذ مرتضى عيب، وكل العيب ان انت تبقى رئيس نادي وتجهل بالقانون. القانون كان بينص وبيقول ان اللاعب اللي بينزل تحت منطقة الحزام لأي لاعب آخر بتبقى مخالفة عليه لأنه بيعرض نفسه للخطر. في تعديل القانون يا أستاذ مرتضى قال لك إن اللاعب لو نزل بدماغه عند رجل اللاعب وحاول إن هو أو تحت منطقة الحزام حاول يلعبها ونجح في لعبها خلاص ما تعتبرش فاول عليه. لو اللاعب المدافع ارتكب مخالفة أو ركل دماغ اللاعب تعتبر مخالفة عليه. ده بعد تعديل القانون يا أستاذ مرتضى. قبل تعديل القانون شيء وبعد تعديل القانون شيء اخر. ولكن انت مش فاضي تعرف ده، انت مش عارف اسم اللعيبه اللي عندك. يعني اللعيبه اللي عندك انت ما تعرفش اساميها مين، مره تقول على عمرو عمر ومره تقول على مش عارف حتى اسامي البلاد ولا اللعيبه ولا مراكز اللعيبه ولا حاجه خالص. فهتلم ازاي بالقانون ولا قانون اللعبه؟ مالكش دعوه انت بالموضوع، انت تطلع تشتم في الناس كلها ماشي، تطلع تقول تطلع تنشر صور اليوتيوبرز بتوع النادي الاهلي ماشي، لكن تفهم في حاله تحكيميه لا، بس تطلع تشتم في الحكام وتقول لك انا هلغي انا هعمل. وده كارت ونجح فيه السنه اللي فاتت وخلى الشناوي نفسه يقول على ضربات جزاء صحيحه مليون في الميه انها مش صحيحه لنادي الزمالك. ده مره لاعب الزمالك رفع ايده كده وجت في ايده ومكبر جسمه، قال لك لا ما تتحسبش. ليه يا عم؟ ما تفهمش غير مقصوده. قعد يلف لك ويدور ويلف الشناوي نفسه رضي عنه مرتضى منصور. في الحاله الجدليه قال لك انت مش جايب ابنك انت مش عارف ايه وبيهدده تهديد صريح. وفي ايه يا جماعه؟ ده ايام صلاح نصر ما كناش كده، ايام صلاح نصر وايام مراكز القوه ما كناش كده، ايام حبيب العدلي ما كانش فيه كده. تهديد واضح وصريح وعلني. ايه ده؟ هو مرتضى منصور وصل من ال اقول ايه طيب؟ اقول ايه؟ وصل من الجراءه ان هو يهدد مصر كلها محدش قادر عليه. الناس بتدعي عليه بقى ان ربنا ياخده علشان ما فيش حد قادر عليه في البلد. واول امبارح مطلع بيدافع عن اللي لابس بوكسر ومش عارف ايه عشان ابن السيسي كان لابس بوكسر. احنا مالناش دعوه لابس بوكسر ولا ما لابسش بوكسر، بس ايه الماني يعني هو مصور نفسه ليه بالبوكسر؟ يعني انا واقف انا دلوقتي انا ما بحبش ادخل في السياسه، بس هو قالع كده ومصور نفسه بالبوكسر ليه؟ ليه مصور نفسه؟ يعني انا اصور نفسي ليه وانا بالبوكسر؟ ليه؟ انما في الامور الاخرى كان رئيس السادات بيحلق دقنه وبتاع كان باللبس الداخلي او كان مثلا على البلاش باللبس بالمايوه او الرئيس مبارك بيلعب بالبتاع ده بالشورت ده في مكان عام، لكن ده في بيته ومصور نفسه ليه؟ برضه مالناش دعوه، مالناش دعوه ان شاء الله حتى يصور نفسه وهو واقف على دماغه مش بتاعتنا. ولكن هو بيطالع وبيغازل الريس وبيدافع عنه ومش عارف ايه، وانا اهو بص يا ريس انا بدافع عنك اهو عن ابنك اهو اهو انت طردتني من مجلس الشعب بس انا اهو بدافع عنه وهو قالع بالبوكسر اهو ها حاطين لي مستقبل الوطن ده يتلغي والواد شبابنا مش عارف يمشي والواد مش عارف ويبقى راس براس ها وانا اهو بدافع عن اللي لابسين بوكسر اهو عشان ما تزعلش يا ريس وعشان تحبني. ده قصدي مرتضى. فطالع بيحارب كل الناس عشان مصلحته، عشان مصلحته فقط. احنا بنقول للحكام اعمل اللي عليك ورد ربنا اولا. مرتضى منصور الى زوال والى عدم، لكن ربنا هو اللي عايش وهو المتواجد. ربنا اللي هيحاسبك على الشغل اللي انت بتتقاضى باجر او بتقول كلام ظلم عشان ارضاء لبشر او ارضاء لمرتضى. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معاكم اخوكم هاني الشراوي. السلام عليكم.